الزمن اللي احنا فيه ده هو القوة النفسية، وفي برنامجنا هنعرف ازاي كلنا نبقى نجوم ضد الصدمة. فراق، يعني هو الفراق لما بيبقى صعب في الاول بيبقى صعب جدا جدا. الامان المطلق هو ربنا سبحانه وتعالى. كنت عاطفية اكتر، بس مع الصدمات ومع المواقف اللي بتحصل لا، الواحد ما ينفعش يمشي بالعاطفة. قالت له انت مش راجل، واتفاجئت ان هي اللي مش سيئة. انت مجنون، تعمل حوار مع عادل امام ازاي؟ يعني انت احسن من انسان اخر موجود في ظروف اسوأ من الظروف اللي انت موجود فيها. بتتعامل معاهم ازاي؟ بحاول اقرب منهم قوي، لان انا كنت محتاج حد يقرب مني. يعني صدمتك كانت في ايه؟ كانت ان اعتمد على نفسي واوصل لحاجه. اتزلت الكلام، انا المحافظ موطن. قال لي ده انت شجاع، قلت له ما لهاش علاقه بالشجاعه، ده انا مؤمن ان انا بادي مهمه لدرجه ان انا فقدت الاحساس بالمهمه. جالي عن طريق الموبايل ورد سلبيه وقال لي نتيجه. احنا بنتصدم من حاجات كتير جدا، نكتشف بعدين انه لا، دي ما كانتش صدمه، دي كانت عشان تفوق كره رشه. الحقيقه فاجئتني النهارده وخلتني ان انا اتكلم عن حاجه انا عمري ما اتكلمت عنها في حياتي. انت عيطت؟ الحمد لله هي قالت كات، لو كانت كملت كنت هنهار.